ديت الاجهزه والاعضاء اللي هي منهج ثانيه وثالثه ثانوي باذن الله. فبالله عليك المواد اللي احنا بندرسها ده هي ده هي وده هي وده هي هي الاساس اللي هيكون الاعضاء والاجهزه. فلو انت شاطر في منهج اولى ثانوي الترم الاول هتبقى شاطر في ثانيه وثالثه. يا ولا ذاكر، خدها فرصه، خلاص الامتحانات قربت، خدها فرصه وذاكر كويس، وان شاء الله ننزل لكم مراجعات قمه القمه، ونبدا نشوف لو قدرنا نحل كمان، فدي حاجه هتبقى عظيمه جدا باذن الله. تمام، هيا بنا نبدا، هيا بنا نبدا وندرس الانسجه النباتيه.